السلام عليكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ الاول اصحح معلومة كانت في اخر فيديو قبل ده على طول، يعني كنت قلت فيها ان ما ينفعش تحول من سياحة الى دراسة. طيب احنا ليه اللي خلاني اقول كده؟ لان احنا كان عندنا كذا يعني مثلا قبل كده هنا شفناه وحاولنا فيه، وكان عندنا المعلومات الكافية ان احنا ازاي نقدم على على F1 فيزا دراسة وتيجي بيها. يعني عندنا المعلومات الكافية ازاي تمشي من اول ما بتقدم لحد ما بتيجي، وازاي استحالة ما يخلكش تتقبل، يعني هيقبلوك هيبلوك. دي ممكن ترجع لها في الفيديوهات اللي تحت، سيرش او دور عندي على اي حاجة لها علاقة بالدراسة، انت ما تزهقش هتلاقي كل واحدة معلوماتها بتزيد. اما بالنسبه للمعلومه الخاطئه، وهي ان انت ممكن تحول من سياحه الى دراسه. ازاي؟ بما انك لو جيت سياحه مثلا وخلاص هتكسر، ممكن بتروح تقدم الاول اونلاين على جامعات، ودي بيبقى معظمها كوميونيتي كوليدج، علشان بتبقى اسرع، وبتقدم على فيزا بعد ما بتقدم على الجامعه وبتتقبل، بتقدم بتروح لاميجريشن بتقدم على F1 فيزا، وساعتها بتقدر تحول من دي لدي. بتاخد وقت بسيط ولكن بتتعمل. لو عايز تعرف معلومات عن الدراسة، هو انا عملتها في فيديوهات قبل كده كتير، يعني انها كلها كاملة، ولكن لو انت يعني في مصر مثلا او في اي بلد في العالم وعايز تيجي تدرس، الاول بتقدم اونلاين، بتخش جامعات كوميونيتي كوليدج، كيوني مثلا او وريفر الجامعه ايه، دور على جامعات. احنا كنا قايلين اسامي جامعات بتقبل الناس على طول، خش شوفها. في ايه تاني؟ ازاي ما بتتقبلش مثلا؟ ان انت بتعمل ورق حاجات في الجامعه الورق بتاعها غلط، تمام؟ بمعنى انك بتحط مثلا بالانس في البنك ستمنت بتاعك، فلوس في الورق بتاع البنك بتاعك مش كفايه مثلا، وانت مش عارف انت المفروض بتحط كام كده. في حاجات بسيطه هي اللي بتفرق في موضوع الاف 1 بالذات، الدراسه بالذات لازم تبقوا جايين متاكدين ان انت هتعرف تقعد وهتعرف تدرس. لكن لو انت جاي السياحه وبتحاول، موضوع مختلف شويه، لان انت اوريدي تكون في البلد بتقدم على في الجامعه، ان انت قاعد هنا بتحول من دي لدي، وبعد كده بتقدم في السفاره ان انت عايز تحول من B1 B2 ل F1 فيزا. شكرا، وان شاء الله اشوفكم على خير والموضوع يبقى احسن بكتير.